أهلا بكم مشاهدينا إلى الموجز الاقتصادي. كشف أعضاء في لجنة النزاهة النيابية السابقة عن وجود 75 ألف أجنبي يعملون في شركات النفط جنوبي العراق، وأضاف هؤلاء الأعضاء أن الخليجيين محرومون من فرص العمل ويخرجون في تظاهرات ويتعرضون للضرب والاعتقال رغم أن مطالبهم مشروعة في البحث عن فرص عمل، بينما الأجانب يعملون ويتقاضون رواتب بالدولار مطالبين بضرورة تدخل الحكومة وإعادة النظر في هذه الأعداد الكبيرة من العمالة الأجنبية وبحث إمكانية تقليصها وإجبار الشركات على تشغيل العمالة العراقية. قال عضو البرلمان حسين البطاط أن الحكومة الحالية أعدت مشروع الموازنة لكن لا يمكنها تقديمه إلى البرلمان في دورته الحالية. وأضاف البطاط أن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال وعليه لا يمكنها تقديم مشروع الموازنة، حيث سيتطلب الأمر إعادة عمل الحكومة على مشروع الموازنة أو إجراء تعديلات ومراجعة شاملة والتي ستسهم بتأخر إقرار الموازنة في البرلمان. طالبت غرفة تجارة بغداد بتعليق العمل بإجازة استيراد المواد الغذائية والسلع بعد ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، ودعت الغرفة حكومة الكاظمي إلى التدخل العاجل بتعليق العمل بإجازات استيراد المواد الغذائية والسلع والاكتفاء بإجراءات الفحص والسيطرة النوعية والرقابة الصحية في المنافذ الحدودية الجمركية كافة من أجل ضمان تدفق السلع الغذائية إلى الأسواق العراقية بانسيابية والتخفيف عن كاهل الأسر والسعي إلى تخفيف الأسعار. أكد ناشطون في محافظة صلاح الدين أن المحافظ عمار جبر يقوم بملاحقة نشطاء الرأي بدعوى قضائية بعد حديثهم عن الفساد وسوء الخدمة. وقال الناشطون أن المحافظة تعاني من استشراء الفساد الذي يتحكم بالصفقات التي تبرمها السلطات في المحافظة، فضلا عن المشاريع الوهمية والمدارس التي لم تنجز رغم توفر التخصيصات المالية لها منذ عام 2013. وأشار الناشطون في المحافظة إلى فقدان 100 مليار دينار عراقي من التخصيصات المالية للمحافظة لعام 2021، فضلا عن الفساد الذي يحيط بأغلب المشاريع فيها والتي تقدر بالمليارات. حل العراق في المرتبة الثالثة بقائمة البلدان المصدرة للنفط إلى الصين خلال شهري كانوا الثاني وشباط عام 2022. وأظهرت بيانات من إدارة الجمارك أن العراق صدر خلال الشهري كانون الثاني وشباط الماضيين أكثر من 71 مليون برميل من النفط، مبينة أن الصادرات انخفضت بنسبة 14% عن الفترة نفسها من العام الماضي. كما أضافت أن السعودية استعادت موقعها كأكبر مورد للخام إلى الصين في أول شهرين من عام 2022 لتتجاوز روسيا التي كانت الأولى خلال شهر كانون الأول الماضي. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. هذا كل شيء عن الاقتصاد، إلى اللقاء.